ثم وشرك في عقدين فإذا مصنف فرغ من بيان شروط الإيجاب والقبول ثم يبين شرط العقد شرط في عقد تكليف وإسلام لتملك مسلم ومصحف نعم شرط في عقد عقد بأيًا كان أو مشتريًا أيًا كان تكليف يجب التكليف فلا يصح عقد صبي ومجنون عقد الصبي وعقد المجنون لا يصح لو كان مراهقا أيضا لا يصح يعني صبي راهق البلوغ قارب البلوغ هل يصح؟ لا يصح ذكر في التحفة وإن راهق ثم في التحفة رد على قول بعده واختيار صحة ما اعتيد من عقد المميزين لا يعول عليه واعتيد هكذا اختيار يعني عقد المميزين الأولاد المميزين هذا لا يصح وكذا من مكره بغير حق لعدم رضاه هل يصح من مكره لا يصح من مكره فإذا عدم الإكراه أيضا شرط وهذا ليس من شرط عدم التكليف عدم الإكراه شرط آخر لذلك قال وكذا من مكره لا يصح مكره في ماله بغير حق فإذا لو كان المكره بحق مثاله كأن أكرهه الحاكم ببيع ماله لوفاء دينه رجل عليه دين الحاكم أكرهه على بيع ماله لأداء دينه هذا صحيح فكذلك مكره في ماله فإذا نعم لا أنا قرأت من عبارة التحفة نعم على بيع مال نفسه لأنه أبلغ في الدين نعم فإذا يعني مكره أكره أكره على المكره في بيع مال المكره هذا صحيح في مال وكذا من مكره معناه الإكراه في بيع مال المكره لو كان الإكراه في بيع مال المكره يعني أنا أكرهت على فلان على ما على بيعه مالي لا يبيع ماله بل هو يبيع مالي هذا صحيح لماذا هذا الإكراه أبلغ من الإذن لو كان إذن يصح فإذا لو كان هكذا إكراه وهو أبلغ في الإذن لذلك يصح وإسلام لكن الإسلام لا يشترط لجميع البيوع بل الإسلام يشترط لتملك رقيق مسلم فقط فكذلك لتملك شيء من مصحف فإذا هذا يشترط في المشتري فقط التملك من الذي يتملك المشتري هذا ليس شرطا للتمليك للتملك فقط فإذا يشترط في المشتري كونه مسلم لماذا؟ لتملك رقيق مسلم لا يعتق عليه لكن عند تملك الرقيق وبال الرقاء يعتق على المتملك مثلا هذا أوصوله رجل هو حر وأبوه يعني رقيق فهذا رجل اشترى أباه أو اشترى أمه أمه عمت فإذا بالشراء يعتق عليه يعني الفرع لا يملك الأصل
മുസ്ലിമിൻ ഇസ്ലാം ഷർത്തുൻ ഫി ബൈഇൻ ആഖർ ഐദൻ ലി തമല്ലു വലി തമല്ലുകി ശൈഇൻ മിൻ മുസഹഫിൻ ശൈഇൻ മിൻ മുസഹഫിൻ ഐദൻ അലാ ഹജത ഇലാ യകൂന മുസഹഫ തമ്മൻ ബൽ ശൈഇൻ മിൻ മുസഹഫ അഫസറഹു ബി ഖൗലിഹി മാ കുതിബ ഫീഹി ഖുർആനൻ വലോ ആയതൻ അദാ ഹുവ മുസഹഫ ഐദൻ ലി തമല്ലുകി ഹദ يجب الاسلام ما كتب فيه قران ولو ايه ثم ولو ايه هذا غايه الاولى ثم بعد ذلك اتى بغايه ثانيه وان اثبتت لغير الدراسه لا يشترط هنا ان يكون المصحف او ان كتب ايه للدراسه بل لو كتب للبركه او لو كتب لاجل العلاج يعني تعويذا لكل هذا للتملك كل هذا يشترط الاسلام كما كتب فيه قران كتب الشرواني ان ليس ابراهيم لسنا قال شامل للتميمه هذا ما كتب كتابه على وجه التميمه نعم التميمتان التعويذة التي تعلق بالأولاد غالبا وفي التحفة تعميم ولو آية عبارة التحفة وإن قل وإن كان ضمن نحو التفسير فإذن هذا آية مكتوبة في ضمن تفسير إذن ممكن يوجد يعني في المتاجر هذا تراجم القرآن يكتب فيه هذه الآيات فإذن هذا الكتاب لا يجوز بيعه لكافر إما على ناحية تفسير أو علم ليس هذا كتاب تفسير بل هذا كتاب علم مكتوب فيه آيات لا يجوز بيعه لغير مسلم ثم أو على ناحية ثوب ممكن ينقش ثوب بآية على جهة التجميل أو هكذا لا يجوز بيعه لكافر أو جدار أو أن كتب في جدار بيت هل يجوز بيع هذا البيت لكافر لا يجوز بيعه لكافر هكذا ينقص جدران البيت أو أن باب البيت بآية كذا كذا لو كان البسملة أيضا ثم ما أدى عن نقضه فإذا لو كان ما كتب فيه القرآن عن نقضه يكون يعني في الأوراق المالية أو يعني في قديم الزمان ينقش الذهب والفضة المضروبة بآية هذا جائز لماذا للحاجة وإن قل ولو هل يشمل حرفا ويحتمل أن الحرف إن أثبتت فيه بقصد القرآنية امتنع البيع حينئذ وإلا فلا ومثل المصحف التوراة والإنجيل فيمتنع إذا لم يعلم تغييرهما وكل هذا لا يجوز ثم
وإن أثبتت لغير الدراسة كما قاله شيخنا ويسترق أيضا ثم شرط آخر عدم حرابة من يشتري آلة حرب كسيف ورمح ونشاب وترس ودرع وخيل بخلاف غير آلة الحرب ولو مما تتأتى منه كالحديد إذ لا يتعين جعله عدة حرب نعم فإذا يشترط أيضا عدم حرابة حرابة من يشتري آلة حرب فإذا لتملك آلة حرب يشترط عدم حرابة إذا إما يكون ذميا أو معاهدا أو مستغنيا هكذا فإذا يباع من يشتري آلة حرب آلة الحرب مثاله سيف أو رمح نشاب نشاب يعني سهم ثم ترس درع خايل أيضا ثم بخلاف آلة حرب هكذا كثير خايل خايل مطلقا كما يقتضي تعبيره كتب بعض أصحاب الأواشي وإن لم يصلح للركوب حالا حالا لا يصلح للركوب هل يجوز بيعه لحربي لا يجوز بيعه لحربي وكذلك ما يلبس للخيل أيضا كسرج ولجام هذا أيضا لا يجوز بيعه وكل ما يستعان في الحرب هذا معنى آلة الحرب ليس السيف ومثله فقط بل هنا في آلة الحرب دخل الخيل وكذلك سرجه لجامه كل بخلاف غير آلة الحرب ولو مما تتأتى منه تتأتى منه يعني آلة الحرب تتحصل منه مثلا الحديد إذ لم يتعين جعله عدة حرب بل يعني ممكن يصرف في وجه آخر ويصح بيعها للذمي أي في دارنا لكن يعني يشترط أن يكون الذمي في دارنا لو كان الذمي في دار الحرب لا يشترط لا يجوز لماذا يخاف منه لماذا يجوز في دارنا لأنه في قبلتنا أي إلا أن خشي إرساله إليهم على ما بهذا